السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناة الصحة وجمال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنت الطبيبة. هنكمل إن شاء الله المشوار اللي بدأناه مع بعض من شهرين تقريبا، وهو إزاي إحنا بنتعلم تخصص النساء والتوليد واحدة واحدة وكأننا طلبة في كلية الطب أو كلية التمريض، عشان نحاول نهدم كل المفاهيم الخاطئة وكل الأكاذيب الشائعة وكل الممارسات الجاهلة اللي بتتم في المجتمع اللي ليها علاقة بالتخصص بتاعنا. النهاردة هنكمل المشوار. احنا خلصنا الاناتومي او التشريح وبدأنا من الجهاز التناسلي الخارجي، شرحناه باستفاضة، خدنا بعد كده قناة المهبل وشرحناه باستفاضة الرحم واجزائه بالاربطة بتاعته، عملنا حلقة عن قناتي فالوب والمشاكل بتاعتها ان كانت تأخر الحمل او الحمل خارج الرحم. المبيض خد كذا حلقة باستفاضة جدا، وعشان نتكلم عن تكيس المبايض وأكياس المبايض وان ده حاجة وده حاجة، وعن قعدنا تقريبا 5 حلقات نتكلم ان تكيس المبايض مش مشكلة على الإطلاق، مش مشكلة تستدعي الفزع والهلع اللي الناس بتيجي بيه على طول بتشتكي منه. تكيس المبايض هو عبارة عن عدم توازن في دورة الهرمونات بسبب زيادة الوزن. تاني هو عدم اتزان في الهرمونات بسبب زيادة الوزن أو التمثيل الغذائي الخاطئ أو الأكل بالطريقة الغلط. انعكس ده على إيه؟ انعكس ده على المبيض، يعني مش حاجة خاصة بالمبيض، ده المبيض بس مجرد جزء من المرض ده. حصل إيه للمبيض؟ برضه التكيس ده عبارة عن ايه؟ يعني المبيض مبقاش يطلع البويضات بتاعته، كل البويضات جت عند حجم معين واتحبست تحت سطح المبيض. عشان كده في الاخر عملت حاجة اسمها النكلس او شكل العقد، اللي هو كل البويضات تحت سطح المبيض مدورة اقل من 10 ملي اتجمعوا عملوا في الاخر شكل العقد. حتى يعني انا بوريها للمرضى كده بقولها بص المبيض عامل ازاي؟ مش بيفكرك ده بحاجة، بص شكل العقد عامل ازاي؟ كلها كور صغيرة كده. ودي حاجة مش جراحية، يعني التفكير في الجراحة في تكيس المبيض دي حاجة متأخرة جدا، ما نفكرش فيها في الأول خالص. يعني لغاية دلوقتي بالرغم إن احنا عملنا 5 حلقات عن تكيس المبيض وإن هو علاجه سهل وبسيط، وهو عبارة عن إنقاص الوزن وإنعكاس التمثيل الغذائي الخاطئ، إن أنا أبدأ أعكس التمثيل الغذائي ده بصورة سليمة، مجرد حاجات بسيطة، أقل في الوزن وأقلل النشويات والسكريات وأبدأ أزود في البروتينات والخضار، هتلاقي القصة انتهت خالص وحصل التبويض والدورة اللي كانت متأخرة جت، أو يحصل حمل على طول. هتلاقي ناس حتى صورة التحسن عندها تيجي إن هي حملت على طول. فلغاية دلوقتي بنشوف ناس جاية من عند أطباء، لا أنت محتاجة منظار، أنت محتاجة جراحة. ليه؟ الموضوع أبسط من كده بكتير، الموضوع أبسط من كده بكتير. علموها بس إن المشكلة دي مش مشكلة خاصة بالمبيض، ومهما عملنا جراحة على المبيض هتظل موجودة. المشكلة أكبر من كده يعني في منظورها، وأصغر من كده كمشكلة. تخسي في الوزن بس، تعدل وزنها المثالي، هتلاقي الدنيا اتظبطت خالص من غير حتى أي علاج. يعني مجرد إن هي تنزل 5-6 كيلو بتلاقي الدنيا رجعت كويسة تماما، ولا محتاج منظار ولا محتاج حقن مجهري. وزي ما شفنا حقن مجهري على مرضى التكيس نسبة فشله عالية جدا ونسبة مشاكله عالية جدا، وخصوصا الدخول في حاجة اسمها إفراط تنشيط المبيض، ودي يعني حاجة كبيرة تستدعي كمان الحجز في المستشفى أو ساعات حجز في الرعاية المركزة، يعني بتهدد الحياة. مشكلة إفراط تنشيط المبيض، ودي إن شاء الله هنعمل لها برضو حلقة لوحدة، المشكلة ساعات بتهدد الحياة. ليه أنا أدخل السيدة أو البنت في المشكلة دي؟ أما ممكن يعني أوصلها المعلومة ببساطة، أنت حصل لك تكيس، والتكيس ده مش مشكلة خاصة بالمبيض، التكيس هو عبارة عن المبيض بس مش قادر يطلع البويضات بتاعته بسبب الوزن الزائد اللي عندك، حاولي تتخلصي منه، الصورة دي هتنعكس تماما. الأكياس هي زي ما قلنا هي المشكلة أغلبها جراحي، في حاجة في المبيض
الحاجة دي لو كبرت عن حجم معين أو عملت مشاكل معينة، انفجار، نزيف، ساعتها تستدعي إجراء. فالتكيس حاجة والأكياس حاجة. المرة ال20 التكيس حاجة والأكياس حاجة، عشان ما زالت الناس بتخلط بين الأمرين. النهاردة هنبدأ بقى في الجزء الثاني. احنا خلصنا جزء التشريح، احنا زي ما قلنا احنا ماشيين زي ما بندرس لطلبة الكلية أو طلبة معهد التمريض. خلصنا التشريح وخلصنا الأجزاء بتاع الجهاز التناسلي كله بتاع الأنثى. النهاردة هنبدأ في مرحلة الفسيولوجي، الوظيفة. ولما نبدأ في الفسيولوجي لازم نبدأ بالدورة الشهرية، عشان نعرف الدورة الشهرية مش مجرد نزول دم وخلاص. ده المفهوم العام أو مفهوم العامة عن دورة شهرية. دورة شهرية دي حاجة عظيمة جدا. تناغم المخ مع الغدة النخامية مع المبيض مع الرحم، كل ده، كل النغمة دي كده والأوركسترا دي، هي دي الدورة الشهرية. لو نعرض الصورة كده يا أستاذ محمد ونبدأ نشرع عليها إن شاء الله واحدة واحدة. في البداية كده الدورة الشهرية بتبدأ من فوق. الصورة قدامنا اهي، تناغم عظيم. شوفوا يعني، شوفوا سبحان الله، يعني خلق ربنا عظيم ازاي. الدورة الشهرية مش بتبدأ من المبيض ولا بتبدأ من الرحم ولا هم شوية الدم اللي بينزلوا، لأ، الدورة الشهرية دي بتبدأ من المخ، من جزء في المخ اسمه الهايبوثالاموس. بيبدأ ينشط الغدة النخامية، والغدة النخامية بدورها بتنزل هرموناتها اللي هي انتوا اكيد سمعتوا عنها، اسمهم الـ FSH والـ LH، مفيش حد ما سمعش عنهم، حتى الدكاترة بتطلبهم في التحاليل على طول. دولت هرمونات الغدة النخامية، تنزل على المبيض تنشطه، المبيض يبدأ يطلع البويضات بتاعته، يكبر بويضة معينة كل شهر. وزي ما قلنا قبل كده ان كل بنت مولودة بعدد معين من البويضات، والعدد ده قابل للنقصان مش قابل للزيادة. كل شهر مجموعة من البويضات بتخرج، تكبر منهم واحدة، والواحدة دي هي اللي بعد كده هتبقى حويصلة جراف، أو دي اللي هتطلع البويضة اللي هي تتلقح الشهر ده. يبدأ بقى التناغم ده. نفس الوقت بطنة الرحم بتبدأ تزيد بالتدريج. أنا هقول النهاردة كذا معلومة، لو طلعت بيهم من الحلقة فأنا كده مبسوط جدا. يعني أنتوا لو طلعتوا مني بكذا معلومة اللي هقولهم دولت، يبقى احنا كده وصلنا لهدفنا. لأن الصورة دي أنا هعرضها على حوالي 5 6 حلقات، وعايزة تبقى بسيطة في دماغك إن الموضوع مش معقد. أنا هشرحها لك بعد كده واحدة واحدة لدرجة إن أنت هتبقي فاهمة. مش عايز أقول يعني أكتر من دكاترة في القصة دي. القصة دي اللي يفهمها، الصورة دي اللي يفهمها، بيتجنب مشاكل كتير جدا. بيفهم تقريبا 90% من مشاكل أمراض النساء. اللي يفهم الصورة دي ماشية ازاي، دي تناغم فيزيائي وهرموني رهيب جدا في عظمة خلق ربنا. أول معلومة هي ان نزول الدورة الشهرية هو مش نهاية حدث، هو بداية حدث جديد. معناه ايه الكلام ده؟ يعني نزول الدورة الشهرية هو مش نهاية الدورة اللي فاتت، ده بداية الدورة دي. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان حضرتك اي دورة بتتحسب من اول يوم، ما تحسبيش الدورة ابدا من اخر يوم. لما اقولك اخر دورة امتى هتقولي لي بدأت كذا يوم كذا، مش انت خلصت عليا يوم كذا، لاني انت الدورة الجديدة بتبدأ بنزول الدم. لما تيجي تحسبي دورتك منتظمة ولا مش منتظمة، احسبيها من اول يوم لاول يوم واحسبي الدورة. وقلنا قبل كده بس هنقول تاني عشان برضو نشيل المفهوم الخاطئ. ساعات واحدة تيجي تقول أنا دورتي مش منتظمة، طب جت إمتى يا ستي؟ أنا شفتها مرتين في الشهر. إزاي يعني؟ أنا شفتها جت يوم واحد وجت رجعت تاني يوم 25. أنا أقول لك ببساطة تحسبيها إزاي؟ حاولي تجيبي أول يوم هنا وأول يوم في الدورة دي واطرحيهم من بعض. لو طلع الفرق أكتر من 21 يوم دورتك منتظمة. لو طلع الفرق أقل من 35 دورتك منتظمة برضه. بمعنى أدي واحد جت يوم واحد وجت يوم 25. اطرح واحد من 25 كده 24 يوم فرق، الدورة دي منتظم. لو جات لك يوم 23 نطرح الواحد من 23 كده 22، يعني دورتك جت بعد 22 يوم، دورتك برضو ما زالت منتظمة. جات يوم واحد وجات فوتت الشهر كله، وجات يوم 4 في الشهر الجديد،
يعني كده ما انت ما يعني عدت اهو كذا يوم، بس انت لسه في الرينج بتاع ال 35 يوم فرق من اول يوم لاول يوم، ده اللي بنحسب بيه، ما نحسبش من اخر يوم. ما تقوليش عجات يوم واحد وخلصت يوم سبعة فرجعت تاني يوم 23، ده انا كده فرق اسبوعين، كده غلط، الحساب ده غلط. الدورة تحسب من اول يوم فيها لاول يوم الدورة اللي بعدها، ما تحسبش الفرق بين الايام، يعني ما تحسبش من اخر يوم لاول يوم، ده غلط. تاني حاجة، الحمل بيتحسب من أول يوم دم، لما أجي أحسب تاريخ الحمل أحسبه من أول يوم الدورة نزلت، مش من أول، مش من آخر يوم. ده ليه؟ عشان ناخد بالنا من الصورة، الدورة أول يوم نزل فيها الدم كانت البويضة اللي هتعمل الحمل ده أو اللي عملت الحمل ده كانت بدأت تنمو في المبيض، وده عمر الجنين حقيقة بيتحسب من العمر ده. يعني الجنين مش بتحسب من عمر الجماعه زي ما احنا فاكرين، لا الجماعه ده الله اعلم اصلا انهي علاقه في الشهر اللي عملت الحمل. فيها حاجات تانية في الطب الشرعي، لو حصل اغتصاب او كده هو بيجمع مره واحده مثلا وحصل عليه حمل، اه احنا مع كده معروف تاريخ العلاقه اللي عملت الحمل ده امتى، بس ده برضه مش حاجه تهمنا في حسابات عمر الجنين. عمر الجنين بيتحسب من عمر البويضه دي، البويضه اللي خرجت عندك اول يوم دم. ده هيشدني لمعلومه تانية، هيشدني المعلومة ان انا اي تنشيط للتبويض ابدأه مع السايكل دي. انا لو عديت تاني او تالت يوم في الدورة خلاص الدورة دي خلصت بالنسبة لي كتنشيط، مش هينفع اعدي تنشيط. ليه؟ انت خلاص اللي حصل حصل، البويضة اللي طلعت طلعت، انت هتكبر مين؟ يعني انت بتدي تنشيط انت ماشي مع الفسيولوجي بتاع الجسم اللي انت شايفه. ما ترجعش تيجي على خامس يوم او الدورة تخلص طب ادينا حاجة تنشط، هنديك يعني ايه؟ خلاص اللي خرج خرج واللي حصل حصل، انا لازم ابدا من تاني يوم، وساعات ببدا من اول يوم. تالت يوم على اقصاها الحق البويضه قبل ما تكبر بالفسيولوجي، وقبل ما مجموعه من البويضات جنبها يموتوا، زي ما هنعرف قبل كده بعد كده في مجموعه من البويضات بتموت عشان واحده بس تكبر، لا انا بوقف العمليه دي في التنشيط، ببقى عايز كذا واحده تكبر عشان ازود من فرص الحمل. القصه دي برضو كانت بتعمل مشاكل في اذهان الناس وما زالت، ان هو لما اجي احسب حمل احسبه من اول يوم. يعني ساعات بتحصل مثلا الزوج مسافر والدوره نزلت يوم واحد والزوج جه يوم 10 في الشهر، فمثلا كان مسافر الخليج ولا حاجه وهو ربنا كرمه حملت من اول شهر الزوج نزل فيه، فيجي يقول لك طب انت ازاي حاسب الحمل عمره من يوم واحد وانا راجع يوم 10؟ والله لازم تفهموا الحته دي والا ممكن تحصل كوارث. يعني شفنا ناس قبل كده فعلا يعني حلفت كده ان هو لا انت لو ما حسبتليش الحمل، كان راجل صعيدي كده محترم لاهالينا في الصعيد، لو ما حسبتليش الحمل من اليوم اللي انا رجعت فيها دكتور انا هطلقها، وقالها كده. ازاي يعني الحمل يتحسب من وانا في السعوديه من 15 يوم؟ يعني برضه لما تبقى بنت متجوزه دوره مثلا جات لها يوم واحد وهي اتجوزت يوم 15 وربنا كرمها حملت في نفس الشهر، انت هتحسب الحمل كده من عمره وهي كانت انسه، يعني تخيلي. هناخد اتصال ونرجع نكمل كلامنا تاني. الو، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور. انا رحت امبارح اكشف، الدوره جاتني تمام امبارح، اكشف عند دكتور تاسع، الدوره جاتني اتقدمت 10 ايام، جاتني قبل 15 يوم. رحت امبارح اكشف، بحكي للدكتوره، راحت لقيت قالت لي عندك كيس على الرحم. على الرحم؟ ما فيش حاجه اسمها كيس على الرحم، الكيس الوحيد اللي بيجي في الرحم هو كيس الحمل. الرحم ما بيعملش اكياس، المبيض اللي بيعمل اكياس. انا مش متجوزه اصلا. قالت لك على المبيض؟ اه هي كتبت بالاشاعه امبارح، قالت لي كيس عندك رقم، كيس على الرحم قالت لي امبارح. تمام. انت عندك كام سنه؟ عندي يعني 35. متزوجة؟ لا. أول يوم في الدورة اللي فاتت وأول يوم في الدورة دي يوم كام ويوم كام؟ لا هي اتقدمت المرة دي 10 أيام. لا قولي لي أول يوم وأول يوم، ما تقوليش دي قدمت ولا أخرت. إحنا بنحسب كده، يعني موضوع الحلقة وعايزين نوصل المعلومة دي. احسبي من أول يوم لأول يوم، شوفي الفرق بينهم كام يوم. هي يعني جات لك يوم كام الشهر اللي فات؟ جات لي يوم السبت اللي عدى. يوم السبت اللي عدى جات لي. يوم السبت اللي عدى ده؟ اه.
اللي هو كنا يعني في شهر 12. الدورة اللي قبلها بقى جت امتى؟ كانت قبلها ب 15 يوم، قبلها خلص ب 15 يوم. خلصت ب 15 يوم صح؟ وقعدت كام يوم برضو اللي فاتت؟ بتاخد 4 ايام او 3. طيب انا هرد عليك، شكرا. هي دي نفس القصة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، هي حاسبة من اخر يوم لأول يوم في الدورة فلقيتهم 15 يوم بس. هي ده اللي انا عايز اوصله لك، ما تحسبيش الدورة كده، احسبي من اول يوم في الدورة اللي فاتت لأول يوم في الدورة دي وشوف الفرق بينهم كام يوم عشان تقدري تحسبي صح. انت ممكن الدورة تكون عدت عندي 5 ايام، تمام، تحسبي من اول يوم لأول يوم هتلاقيهم جايبين 21 يوم، انت ما فيش مشكلة لو اقل، وكويس ان انت عموما روحتي للفحص مش قضية يعني. بس انا عايز اوصل لك معلومة، مفيش حاجة اسمها كيس على الرحم. الرحم الكيس الوحيد اللي بيبقى فيه هو كيس الحمل، طبعا انت مش متزوجة، ممكن يبقى بطانة زايدة او زايدة لحمية في الرحم، بس ده برضه لازم نسمي للمريض المسمى الصح، في زائدة لحمية في بطانة الرحم، مالوش عندك كيس على الرحم، مفيش حاجة اسمها كيس على الرحم، الكيس الوحيد اللي جوه الرحم هو كيس الحمل. بغض النظر انت لو عندك كيس عظم ابيض، نفترض يعني هو كيس عظم ابيض وانت فهمت غلط من الدكتوره، ده ليه اسباب كتير وليه عوامل كتير، بس انت غالبا في عندك مشكله في التبويض لازم تتابعيها. وقصه الكيس الوظيفي على حسب حجمه الدكتوره شافته قد ايه، على حسب شكله، على حسب طبيعته، هيتعالج بدون اي مشكله وبدون اي فزع او هلع عندك، الموضوع بسيط. نكمل كلامنا، كنا بنتكلم في حساب عمر الحمل. حساب عمر الحمل زي ما قلنا برضه من أول يوم في الدورة. ليه؟ لأن البويضة اللي عملت الجنين ده خرجت وبدأت تنشط وبدأت تكبر من اليوم ده. يا ريت بس المعلومة دي نحفظها كويس عشان ما تعملش مشاكل في أذهان الناس، زي ما قلنا الراجل اللي كان هيحلف على مراته أو الأستاذة اللي لسه متجوزة وحملت ربنا كرمها من أول شهر فبدأت تتوازن. أنا كنت أنسة كده، أنت للأسف يعني لما نيجي نحسب هنحسب من قانون واحد، هنحسب من أول يوم في آخر دورة عندك، بغض النظر ساعتها أنت كنت أنسة ولا قبل الفرح ولا بعد الفرح، دي مش حاجة تخصنا خالص. المعلومة اللي بعد كده اللي أنا عايز أطلع بيها، بطانة الرحم شيء متغير مش شيء ثابت. هي نرجع برضو الصورة، بطانة الرحم حاجة متغيرة مش حاجة ثابتة، زي ما هنشوف هي دورة، بطانة الرحم هتزيد مع الأيام لحد ما توصل عند حجم معين لاستقبال الجنين، وده هيشدني برضو لحاجتين مهمين جدا جدا جدا. في ناس يجيلها نزيف وظيفي في الجزء الثاني من الدورة، أي بعد فترة التبويض، وتروح تعمل موجات فالدكتور يقول لها او الدكتوره تقول لها بطانه الرحم عندك زايده جدا، انت محتاجه عمليه تنظيف او عمليه كحل. يا دكتوره حضرتك بطانه الرحم في الوقت ده كده كده بتبقى زايده عشان استقبال الجنين، ممكن تلاقيها لغايه 19 مللي، انت متخيله؟ يعني بطانه الرحم ممكن تزيد في الوقت ده لغايه 2 سم تقريبا، دي استعدادا لاستقبال الجنين لو حصل حمل. وحضرتك بس عالجي النزيف وحاولي الدورة الجاية تعيدي الموجات الصوتية، هتلاقي البطانة اللي انت بتقولي عليها زايدة ومحتاجة عملية هتلاقيها نزلت تماما، ودي شفناها كتير، ناس كان بتحدد لهم عمليات كحت أو تنظيف وتيجي بس استنى الدورة اللي جاية تنزل بتلاقي خلاص ال 19 مللي ولا ال 20 مللي نزلوا تماما، مفيش حاجة منهم موجودة. دي نقطة مهمة جدا لازم نراجعها ولازم نأكد عليها، بطانة الرحم شيء متغير طول الفترة بتاعة الدورة وبتاخد أشكال معينة، إن شاء الله هناخدها بعد كده، 3 خطوط مرة وبطانة زايدة مرة، دي كلها أشكال فسيولوجية مفيش فيها يعني تبان في الموجات كده، أشكال فسيولوجية ما فيهاش أي مشكلة خالص، بس لازم نوضح النقطة دي عشان ما زلنا في ممارسات يعني في المجتمع ده طبية خاطئة جدا للأسف. أنا بقول أهو الرسمة اللي قدامكم دي أو الصورة اللي قدامكم، لو اتفهمت يعني لو طبيب النساء فهمها كويس قوي هيوفر على المريض معاناة كتيرة جدا، هيبقى فاهم أكترية الشكاوى
او اكتر من 90% من الشكاوى بتاعت امراض النساء. الصوره دي رائعه، ده تناغم ما بين اعضاء الجسم كله في الصوره دي. بطنه الرحم شيء متغير، بصي يعني هي نزلت وبعد كده زادت، بعد فتره التبويض زادت للقمه بتاعتها، عشان الجنين اللي بيجي يسكن تقريبا الرحم بعد 7 ايام من التبويض يقدر ينزل يلاقي مكان ينغرس فيه. دي المعلومة اللي أنا عايز أوصلها. معلومة تانية، إن بعد الفترة بتاعت التبويض والبطانة زادت جدا عشان استقبال الجنين، لو ما حصلش حمل البطانة دي ما بتلاقيش حاجة تدعمها. احنا هنعرف بعد كده إن هو لو حصل حمل الجنين بيطلع الهرمون بتاعه اللي هو الاتش سي جي اللي احنا بنعمله في التست بتاع الحمل ده، والهرمون ده بيبدأ يدعم بطانة الرحم إن هي ما تنزلش، ما توقعش يعني في صورة دورة شهرية، وبالتالي ما بينزلش دم والحمل بيكمل. لو بقى ما حصلش تلقيح أو ما حصلش حمل في الشهر ده، فبطانة الرحم بتيجي عند وقت معين ما فيش حاجة بتدعمها، فبتبدأ تنزل على صورة الدورة. أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن إحنا ما زلنا، مش هقول 90%، 100% من السيدات مفهومها أن نزول الدم مع الدورة هو شيء للتنظيف. ده مفهوم خاطئ. الدورة الشهرية بتاعت حضرتك عبارة عن الخلايا، مش برضو كلمة فاسدة دي مش هقولها، لأنه يقول لك ده دم فاسد خليه ينزل، دم فاسد خليه ينزل. بطانة الرحم هي اللي بتنزل، مش دم، مش خلايا فاسدة ولا حاجة، هي بس خلايا ما لقتش تغذية دموية فنزلت. يعني ممكن نقول تجاوزا خلايا ميتة بتنزل عن طريق فلو من الدم أو طيار من الدم بينزلها بيدفعها للأسفل. عايز تقولي برضو يا دكتور عايز أقول إن أنت كل ما هتفقدي دم أنت بتفقديه من جسمك. الدورة مش دم، الدورة مش دم فاسد، الدم وسيلة بس إن هو ياخد الخلايا اللي ماتت دي يدفعها للأسفل، ينزل بيها ينظفها. يعني أنت كل ما هتفقدي دم أنت هتفقديه من عندك، لأن إحنا بنشوف ناس بيجي لها نزيف مع الدورة بصورة بشعة جدا وبترفض تاخد حاجة توقف النزيف ده لدرجة الموت. يعني أنا شفتها قبل كده لدرجة الموت، أنسة كان عندها 17 سنة وكان عندها زايدة لحمية نازلة من بطانة الرحم، وأهلها سووها لغاية ما هيموجلوبينها بقى 5 خلاص، يعني خلاص كده يعني كويسة إن هي عاشت أصلا، مش هقول كانت رايحة تموت، يعني كويس ان هي ربنا كاتب لها عمر جديد، ودخلت الرعاية وخدت الدم. طب انتوا سبتوها كده ليه؟ لا، ما احنا ما رضيناش نديها حاجة للنزيف عشان هي الدم اللي نازل ده بينظف لها الرحم، فاحنا مش راضيين نوقف التنظيف. يعني انتوا متخيلين هم عايزينها تموت نظيفة، يعني وصلها لدرجة الموت فعلا عشان معتقدين ان هو الدم اللي نازل ده تنظيف ما ينفعش نوقفه. لا، حضرتك اي دم بتفقديه من جسمك من مخزونك، وعشان كده هتلاقي الرجاله المستوى الهيموجلوبين عندهم او الانيميا بالبلدي على طول من 13 ل 17 عشان الراجل ما بيقولوش دوره. الست عموما هتلاقيها من 12 ل 14 عشان قصه الدوره الشهريه. يعني انت هيموجلوبينك اقل من الراجل عشان هو بيقولوش دوره، انت بتفقدي دم كل شهر، الراجل ما بيفقدش. اللي بتفقد دم اكتر هتلاقي انيميتها اقل من كده. ناخد فاصل ونرجع تاني، يا ريت شوية المعلومات دولت يكونوا سبتوا عندنا عشان عايزين نشيل المعتقدات الخاطئة اللي في المجتمع. يا ريت بس نقطة الدورة دي بالذات هراجع عليها في سريع تاني. أي دم بتفقديه مع الدورة هو دم نازل من جسمك أنت، لو نزفتي هتجيلك أنيميا، دم نازل مش دم تنظيف، التنظيف عبارة عن الخلايا تيار الدم البسيط بيدفعها للأسفل. أزيد من كده انت بتنزفي لازم تاخدي حاجة للنزيف. نطلع فاصل ان شاء الله ونرجع للفقرة التانية الجميلة المهمة مع ضيفتنا المتألقة. نشوفكم على خير. انتظرونا الثلاثاء القادم وحلقة جديدة من برنامج أنت الطبيبة، وفي الفقرة الأولى يتحدث الدكتور أمير الحلواني عن الدورة الشهرية،
والفقرة الثانية يستضيف دكتورة أميمة عبد القادر استشاري النساء والتوليد والعقم، وحديث شيق عن الولادة بدون ألم. كل هذا وأكثر في برنامج أنت الطبيبة الثلاثاء 10 صباحا، فانتظرونا. لو موجة الكورونا الأولى عادت عليك بسلام، يبقى لازم تحمي نفسك من الموجة التانية كمان. وعشان لازم ننزل ونتعامل مع الناس سواء في الشغل أو دراسة أو أي تعاملات، يبقى اللي المفروض نعمله نقوي مناعتنا. وعشان كده سيليكس هيقدم لنا حماية سداسية متكاملة 6 في 1، أعلى نسبة فيتامين سي، أعلى نسبة زنك، 1000 أوميجا 3، حمض الفوليك، كمان فيتامين ه والسيلينيوم. سيليكس بيعمل على تقوية وحماية كل خلايا الجسم، ده غير تقوية الذاكرة والتركيز والنشاط، وده مهم عشان الدراسة والشغل. وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط، وكمان آمن مع الحمل، وحماية متكاملة للأم والجنين ونمو صحي. مش بس كده، سيليكس مهم لمرضى الجيوب الأنفية وفي الرياضة، لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهون. مع سيليكس لتغذية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر. سيليكس 6 في 1، حماية ثلاثية، طعم لذيذ، شوكولاتة، بودر بيدوب في الفم في ثواني، وامتصاصه 10 أضعاف القرص، ممكن يضافته على كوب لبن ومفيش مشاكل في البلع ولا المعدة. سيليكس متوفر في الصيدليات، معتمد من وزارة الصحة المصرية. مع سيليكس احمي نفسك وعيلتك. لو موجة الكورونا الأولى عادت عليك بسلام، يبقى لازم تحمي نفسك من الموجة التانية كمان. وعشان لازم ننزل ونتعامل مع الناس سواء في الشغل أو دراسة أو أي تعاملات، يبقى اللي المفروض نعمله نقوي مناعتنا. وعشان كده سيليكس هيقدم لنا حماية سداسية متكاملة 6 في 1، أعلى نسبة فيتامين سي، أعلى نسبة زنك، 1000 أوميجا 3، حمض الفوليك، كمان فيتامين ه والسيلينيوم. سيليكس بيعمل على تقوية وحماية كل خلايا الجسم، ده غير تقوية الذاكرة والتركيز والنشاط، وده مهم عشان الدراسة والشغل. وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط، وكمان آمن مع الحمل، وحماية متكاملة للأم والجنين ونمو صحي. مش بس كده، سيليكس مهم لمرضى الجيوب الأنفية وفي الرياضة، لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهون. مع سيليكس لتغذية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر. سيليكس 6 في 1، حماية ثلاثية، طعم لذيذ، شوكولاتة، بودر بيدوب في الفم في ثواني، وامتصاصه 10 أضعاف القرص، ممكن يضافته على كوب لبن ومفيش مشاكل في البلع ولا المعدة. سيليكس متوفر في الصيدليات، معتمد من وزارة الصحة المصرية. مع سيليكس احمي نفسك وعيلتك. لو موجة الكورونا الأولى عادت عليك بسلام، يبقى لازم تحمي نفسك من الموجة التانية كمان. وعشان لازم ننزل ونتعامل مع الناس سواء في الشغل أو دراسة أو أي تعاملات، يبقى اللي المفروض نعمله نقوي مناعتنا. وعشان كده سيليكس هيقدم لنا حماية سداسية متكاملة 6 في 1، أعلى نسبة فيتامين سي، أعلى نسبة زنك، 1000 أوميجا 3، حمض الفوليك، كمان فيتامين ه والسيلينيوم. سيليكس بيعمل على تقوية وحماية كل خلايا الجسم، ده غير تقوية الذاكرة والتركيز والنشاط، وده مهم عشان الدراسة والشغل. وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط، وكمان آمن مع الحمل، وحماية متكاملة للأم والجنين ونمو صحي. مش بس كده، سيليكس مهم لمرضى الجيوب الأنفية وفي الرياضة، لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهون. مع سيليكس لتغذية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر. سيليكس 6 في 1، حماية ثلاثية، طعم لذيذ، شوكولاتة، بودر بيدوب في الفم في ثواني. رجعنا لكم تاني. الموضة اليومين دولت هي موضوع الولادة بدون ألم، ودكاترة النساء والأطباء كلها بتتنافس في النقطة دي، بيجذب المريضة قصة ولادة بدون ألم، قيصرية بدون ألم، مش هتحسي بالوجع لمدة 72 ساعة، لمدة 48 ساعة على حسب الإعلان يعني اللي نازل. القصة دي فعلا هي اللي واخدة الترند دلوقتي وواخدة الكلام كله. فاحنا عايزين نعرف يعني ولادة بدون ألم. مع المتألقة دايما أستاذتنا كلنا الدكتورة أميمة عبد القادر، استشاري النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري، ورئيس مجلس إدارة مركز حواء فيوتشر. نورتينا يا فندم. ميرسي يا دكتور أمير. قصة بقى ولادة بدون ألم، أنا عايزين بقى نفهم يعني إيه ولادة بدون ألم، وهل بتفرق من الطبيعي للقيصرية؟ يعني دي حاجة ودي حاجة ولا؟
اه طبعا، يعني احنا مبدئيا طبعا الولادة هو ده الحدث المنتظر بالنسبة للعائلتين، حدث تاريخي، حدث بيختلف فيه مشاعر كتير ما بين تحمل المسؤولية، ما بين خوف، ما بين فرح، ما بين ألم. طب دلوقتي دي هنا ايه وسيلتنا ان احنا نخلي الموضوع ده سهل بالنسبة للمرضى؟ طبعا مع وجود سوشيال ميديا وكل حاجة بقت متوفرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بقى معظم العيانين عندهم وعي جامد بالنسبة للولادة بدون ألم، فده بيسهل علينا كتير. ان انا مثلا العيانة ما تبقى داخلة فاهمة الموضوع، ده بيخليني اقول لها اضافات على الموضوع عندها بالظبط. او اصحح لها بعض المواضيع. طب خلينا نعرف يعني ايه ولادة بدون ألم، وبتهل بتفرق ما بين طبيعي وما بين قيصري؟ يعني حتى مفهوم ان الست كانت تيجي تقول لي انا عايزة اولد قيصري عشان ما احسش بألم الطبيعي، ده ما بقاش موجود حاليا دلوقتي مع وجود حقنة الابيديورال. طبعا ساد البلوك دي تعتبر يعني سحر بالنسبة للسيدات اللي داخلة في موضوع ولادة. طب نعرف الاول كده اسباب الألم في الولادة، يا اما انقباضات الرحم اللي هو بالبلدي الطلق طلق اللي الست بتحس بيه، طبعا ضغط البيبي وده من اول التاسع، دول الست تقول انا حاسه بوجع وتقل البيبي على المثانه او على من ورا. طب اوكي، ده كل دي اشياء طبيعيه. يبقى احنا بدل ما عرفنا الاسباب اللي بتعمل الوجع ده، نقدر ان احنا ايه نتلاشى. نتلاشاها او ان احنا نعالجها او نقدر نشوف الدنيا فيها ايه. موضوع الولاده بدون الم بيبتدي اولا من اول السايكولوجيكال سبورت، من مسانده المراه الحامل اللي هي داخله على ولاده، ان احنا بنبقى مفهمينها كل حاجه، ان احنا نبقى شارحين لها الموضوع، تسلسل الخطوات هيكون ايه بالظبط، فبالتالي ده بيسهل الموضوع على المريضه وعلى المحيطين ليها عشان ما يبقاش في قلق زياده عن اللازم او تبقى متفهمه الدنيا تمام. فيها ايه. بيجي بقى دورنا احنا هنا في حقنه الابيديورا. يعني موضوع حقنه الابيديورال ده احنا بنتدخل بيه لما تكون العيانه اوريدي دخلت في ولاده. يعني انا لما تكون العيانه ما عندهاش اي مشاكل انها تولد طبيعي، لا طبعا انا بشجع انها تولد طبيعي. يعني زي ما احنا قلت من الحلقه اللي فاتت، ايزي فاجينال ديليفري او سيزيرين سكشن، مادام الولاده ولاده ماشيه طبيعيه كويس سهله ما ما عندهاش اي تصلعش. ما يمنع انها تولد طبيعي، لا احنا بنكمل طبيعي. بالظبط ودورنا ان احنا بنقلل الالم عندك من اول بقى زمان، ما كانوا بيدوا مثلا اوبيويد او حقن مخدره مخدرة. للامهات، وطبعا ده كان بيبقى تاثيرها سيء جدا، لان زي ما بيوصل للام بيوصل بيوصل للبيبي. للبيبي، فبينزل البيبي تعبان بيبقى مش عارف ياخد نفسه. نفسه لا كويس. الوضع اختلف تماما، لا انا بدي بنج موضعي. يعني مثلا زي ما واحد عنده مثلا جرح في ايده، لا انا انيمه كله ليه، انا بقدر الجزء اللي انا الجزء اللي فيه الألم هشتغل بس. فيه هشتغل فيه بس، فبالتالي يعني بستفاد ان انا البيبي ما بيتحطش، الانسان كله او مش البيبي، البيبي والام ما بياخدوش ادويه مخدره تاثر على اعضاء التنفس، ما تاثرش على القلب، ما بيبقاش ليها اعراض جانبيه كتير من الادويه المخدره، فده بيبقى احسن كتير للام وللبيبي. فبنلاقي الابيديورال ده بنوصل له او بنديه للام اول ما بتبقى داخله في ولاده، يعني حتى يكون عنق الرحم متسع. المجتمعات اللي يعني الامهات امهات المرضى نفسهم مش متخيلين هو يعني ازاي يجي لها تولد طلق ومن غير ما تصوت وازاي ازاي. مش حاسه. يعني انا قبل كده يعني ست صعيديه بسيطه تقول لي يعني انتوا بتضحكوا علينا، انتوا ازاي يعني هيجي طلق وهولد ومش هبقى حاسه؟ فسبحان الله يوميها عملنا لها الابيديورا لغايه ما الطفل نزل، بقول لها ادي الطفل اهو، تقول والله حتى نطيتها بس دي واه واه انا فعلا ولدت كده وانا ما حسيتش بوجع خالص المره دي. ففعلا مش متخيلين هو ازاي انا هشيل الالم من غير ما اشيل الطلق بنفسه. بالظبط، ما احنا عرفنا السبب اللي هو ايه، انقباضات الرحم والاعصاب اللي هي بتوصل الالم، فمجرد ان انا اخدر العصب مش هحس بالالم. فبنبتدي حقنه الابيديورال اما العيانه تبقى 3 4 سنتي عنق الرحم متسع ومفيش اي مشاكل، بتركيب حقنه الابيديورال بيبقى طبعا في العمليات تحت تعقيم كامل، بياخد مش اقل من 5 دقائق، والعينه بعد كده بتبقى حسب لعب البيبي بيبقى يعني فايده الابيديورال ان هو ما بيفقدش تون العضلات اللي هي انقباضات الرحم، ان العينه ممكن تحزق وهي واخده الابيديورال، ان الرحم ممكن ينقبض ويساعدني، وده اللي انا محتاجاه في الولاده، محتاجه حاجه تدفع البيبي، محتاجه عمليه الولاده كلها ماشيه هو الالم بس اللي خلاص احساسه اتشال. هي دي يعني ولاده ماينس الم، يعني ولاده من غير الم، هو بس كده وكل تسلسل الخطوات بيمشي كامل. على عكس بقى اللي هو السباينال ده بنلجا له في القيصره، في القيصريه عشان بيبقى
في فقد للتون بتاع العضلات، فبالتالي ما بيبقاش انا مش محتاجاه، لان انا كده كده بفتح قيصري، مش محتاجه ان العينه تطلق، مش محتاجه انها تحزق، لا انا كده كده مخدراها عشان هتاخد ولاده بدون الم، او هنديها مسكنات بعد كده. ده بالنسبه لنا الولاده بدون الم. بقى الناحيه الثانيه قيصريه، الولاده الناحيه الولاده القيصريه، يجي بقى هنا السؤال المعظم الستات يا دكتوره، طب هو يعني ايه ولاده قيصري وولاده بدون الم؟ ده اوكي من حق ان كل واحده تعرف، زي ما احنا اتفقنا ان احنا في برنامج انت الطبيبه نتعرف فرق، يعني ايه الفرق بين ولاده قيصريه عاديه وولاده قيصريه بدون الم. خلينا مبدئيا نبقى متفقين ان البراند او الاساس في معظم القيصريات ان احنا بناخد بنج نصفي، الا لو في حالات معينه بتاخد بنج كله، لان ده طبعا امن، مفيش ادويه مخدره بتوصل للبيبي، مفيش بنحتاج لتنفس، جهاز تنفس صناعي نزيف اقل، الامعاء بتشتغل اسرع، نسبه تخدير من 3 ل 4 ساعات بعد ما بتطلع من العمليات، فده طبعا البنج النصفي احسن من البنج الكلي. ده بالنسبه برضو عايزين اوصل لكم معلومه، البنج المريض اللي واخد بنج كلي بعد عمليه هو بيفوق على الوجع قبل ما يفوق على الاشخاص اللي حواليه، يعني بيقول فعلا استقبال الالم عنده بيبدا قبل ما يستقبل الـ 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 الناس اللي حواليه او المكان اللي هو فيه، قبل ما يفوق تماما بيصحى قبل ما الوجع. يشوف الناس اللي حواليه. دي حاجه مؤذيه جدا للولاده، يعني عشان الناس اللي برضه ايه بتختار البنج الكلي ومفزوع عن البنج النصفي، لا اعرفي انت بس ده البنج النصفي تقريبا 3 4 ساعات بعد الولاده ما انتش حاسه بحاجه، هي بتتكلم مع كل اللي حواليها، شايفاهم بتضحك، طالعه بتضحك من غرفه العمليات. يعني انا كان لسه عندي مريضه والده بولاده بدون الم اسمها نورهان، لسه من كام يوم دلعنا في الاوضه، طب انت اخبارك ايه، حاسه باي وجع؟ قالت لي يا دكتور. فانا لثانيه كده ايه اللي بيوجعك؟ ضرسي بيوجعني. وانا طلعت البيبي من بقك. لا ما هو عشان المخ بيرصد الالم، الالم المخ هو ما عندهاش الم في بطنها، فاوريدي الحاجه الوحيده اللي بتوجعها ضرسها. انت ايه اللي وجعت لي يا ستي؟ هو انا طلعت، سيبك من ضرسك دلوقتي، في حاجه وجعاكي تحت؟ هي لو مش واخده التاب بلوكر بدون الم كانت ضرسها ده هيكنسل والمخ هيركز، ولا هتبقى حاسه بيه، ولا هتبقى حاسه بيه، هيركز مع اكتر حاجه اكبر اللي هو وجع في لا بس لا التاب بلوك بقى ده نيجي نتكلم عليه. احنا قلنا كده دي الثوره بقى اللي حصلت دي الولاده القيصريه العاديه. فكره الولاده القيصريه العاديه بقى هي الوجع بيبقى فيه جيبين، مجرد ما البنج النصفي بيروح تبتدي تتحرك رجليها، تبتدي تقوم تتمشى، او القومه. احنا عندنا عضلات البطن والجرح، في جرح اي طبيعي في اي مكان، اي جرح بيحصل فيه اهتزاز او حركه بيوجعك، سواء في ايدك سواء في اي منطقه، ما بال ده بقى العضلات اللي ماسكه العضلات اللي ماسكه بطنك كلها. بالظبط. طبعا الجرح بتاع الرحم بيبقى من الحجم قد كده للحجم قد كده، الرحم برده بينقبض عشان يرجع لوضعه الطبيعي عشان العينه ما تنزفش، فكل ده بيبقى فيه الم. طب احنا ايه بقى دور التاب بلوك؟ دور التاب بلوك بقى ان انا بخليها ما تحسش بالحته دي. يعني عيانه بعد ما ولدت بيومين ثلاثه، على اليوم التالي دكتوره عندي مغص شديد ومغص تعبانه ومش قادره ومش عارفه ايه لها، شفتي فرق؟ انت المفروض هتحسي بيه من الاول. بتقولي ايه، هو انا كده تعبت في حصل؟ قلت لها لا، التاب بلوك خلص، انت كده ابتديتي تحسي بالوجع المفروض كنت تحسي منه، بس برضه هو اقل لان كنت هتحسي اول يوم الجرح خف اوريدي، يعني بعد يومين خلاص الجرح لم، زي ما الناس بتقول لك خلاص الجرح لم بعد يومين، فحتى الوجع اللي هي حاسه بيه قليل بعد يومين الى حد ما برضو اقل من اللي كانت هتحسي بيه لو هي مش واخده تاب بلوك. تاب بلوك ده بناخده ايه؟ في كذا كذا وسيله ان احنا ناخد التاب بلوك. يعني من اول ان احنا بنخدر العضلات بتاعه البطن، بيبقى فيه حقن في الريكتال شيس في اماكن مرور الاعصاب، زي ما اتفقنا ان اي حاجه مخدره ان احنا بندي مسكن للاعصاب، في ريكتال بنحقن في الريكتال شيس الادويه المخدره، ده بيخليها وهي قايمه جدار البطن، طبقه بتاعت جدار البطن اللي هي جدار البطن وهي قايمه، انا عضلات البطن الاعصاب بتاعتها متخدر بس شغاله، يبقى انا مش هحس بوجع ما دام العضلات بطنتي بتنقبض عادي. لو في الم هي بتبقى العضلات واخده وضع معين، حتى المرضى يعني التوطيه انها مش قادره تمشي، ده لا بيتشالوا قطعه واحده يتحطوا على السرير وبينزلوا قطعه واحده، يعني اللي بيشيلها ما بي لو تنى بس رجليها وهو لو بيشيلها بتلعب بصوت لو هي مش واخده تاب بلوك، لو سوري لو ايه، لو حد خبط في السرير وهو معدي مجرد انها تتهز بتتوجع، لكن لا لو بتقدر بتشوفها نازله فعلا وتقوم وتمشي. انا لسه كان يعني كان في عيانه طلعت لي الدور، يعني بعد ما هي العياده في الدور الثالث والمركز في الدور الاول، بعد ما خلصت طبعا انا ما بخليش العيانه تمشي، لازم امر عليها وابص عليها، يا دكتوره عايزين يمشوا، طب اخلص بس العياده وانزل لها،
انا لقيتها بتخبط الباب وطالعه طلعت بنفسها. والله يعني هو الفيديو بس حتى لو عرضه دلوقتي يا ريت نعرض الفيديو العيانه طلعت لي بتقول لي المركز زي الجميل ما شاء الله بيصور يعني. المركز باذن الله الواحد يعني انا في المركز بحس براحه نفسيه يعني المركز فعلا مريح نفسيا على كل داخله كطبيب او مريض كل بيخش المركز فعلا من اول اهله بيرتاح الحمد لله. فبقول لك العيانه لقيتها بتخبط عليا الباب لقيت انت مش عايزه تنزلي ايدي انا طالعه لك وكانت يعني عارف كانت هتطير قالت لي لا وانا بقالي ساعتين بتمشى تحت وهنزل اتمشى اروح لحد العربيه انت عارف في ظل العربيه بعيد ركنه بعيده وهنزل اروح للعربيه كل الماركتنج بتاع التاب بلوك معتمد على الحته دي حتى في اطباء كده بيصوروا المرضى في اللحظه دي انا فعلا يعني بيصورها فيديو في اللحظه دي انا من كتر ما انا كنت بتقولي اهو انا طالعه بالكانيولا اهو انا لسه في المستشفى يعني هي كانت سعيده جدا باللحظه دي والواحد فعلا بيحس بانجاز بحس ان الحمد لله ان ربنا يعني سخر لنا حاجه نقدر نفيد بيها الناس نقدر نقلل معاناه الناس بالزبط. نقدر ان احنا نخلي بدل يعني مرحله الولاده دي اسعد لحظه بكل معانيها بوصول الطفل بان مفيش الم بان كل الاطراف يعني ما فيش اي مشاكل بالنسبه لهم فالحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد الحمد لله اللهم لك الحمد. قصه البي سي اي بقى البي سي اي البيركوتينياس اناستيزيا طبعا ده من ضمن برضو الرفاهيات بتاعه التخدير او التسكين الالم لسه قايلين دلوقتي لسه بقول لك العيانه ايه بعد يومين لقيتها بتتصل بتقول لي عندي مغص جامد يا دكتوره وتعبانه قلت لها ما خلاص التاب بلوك خلص على كده عارف احنا لو معظم العيانين بيتعلق لهم محلول زي المحلول اللي بيتعلق نفس نظام هي بيبقى كونتينر كده حاويه فيها ادويه مخدره فيها ادويه مضاده للتقلصات فيها ادويه مسكنه للالم وبيبقى مظبوطه بيبقى فيها زي تايمر كده كل ما العيانه تحس بوجع تروح دايسه على البلس بتطلع جزء معين من ادويه التخدير بس برضو يعني هي لو قعدت تك 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 لا مش هينفع احنا بنبقى ظابطينها على معدل معين على حسب طبعا وزن العيانه على حسب حجم شوف طيب اوكي الفيديو انا والده بقالي 5 ايام مع الدكتوره اميمه وبجد مش حاسه بالجرح نهائي ويوم الولاده والله كنت مرعوبه اول ولاده ليا والله كنت مرعوبه مفيش اي حاجه حسيت بيها وطمنتني وقرايه قران وواقفه جنبي والله بجد من هنا لبكره لو شكرتها ومش عارفه اوفي حقها بجد تسلمي يا دكتور انا ما شاء الله الحمد لله الحمد لله بس برضه يعني طبعا ميمة مش بس المرضى اللي بيشكروا فيها طبعا ميمة حائط صد كده واقف في المركز لاي طبيب موجود يعني طول ما هي موجوده كل مطمن كان تمريض تخدير دكاتره الزائرين كله واقف مطمن اي مشكله هتتحل ما بتتكبرش خالص ان هي حتى تساعدك لو في ممرضه مشغوله ان هي تقف وتقول لك محتاج ايه وانا هجيب لك وما يهمكش ما انا في ظهرك ممرضه اشتكت بره هي اللي بتطلع بنفسها تبص عليها يعني حتى لو التمريض ساعات تبقى ما شاء الله يعني دلوقتي اكتريه الوقت المركز الاوض كلها كومبليت محجوزه فضغط على التمريض بيبقى عالي فلو عينها شكت الدكتوره ميمه بتطلع تبص عليها بنفسها عينتها او مش يعني عينتها او مش عينتها المريضه بتاعتها او مش المريضه بتاعتها لا هي ما دام بقت موجوده عندي هي في بيتي فلازم تاخد كافه الرعايه الكامله بالنسبه لها الحمد لله رب العالمين ربنا يزيد اللهم يا رب لك المركز نجاح ونجاح اخر اللهم لك الحمد الحمد لله رب العالمين دلوقتي في مفهوم خاطئ رابط ما بين الابيديورال والسباينال يعني الحقنه اللي هو الولاده الطبيعي بدون الم والبنج النصفي العادي ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه احنا قلنا الابيديورال لو احنا اتكلمنا عن تركيب الابيديورال الابيديورال بيبقى فيه كانيولا زي ما انا الكانيولا اللي بركب فيها المحاليل للمريضه نفس الكانيولا دي بتبقى متركبه في عضلات الظهر ورا دي الفرق بينها وبين السباينال قلنا نفس لسه قايلين الفرق بين ده وده السباينال انا بفقد فيه التون بتاع العضلات مدته من 5 لـ6 ساعات بمجرد ان هو بينتهي انا ما بقدرش ادي جرعه ثانيه للمريضه خلاص حقنه وخرجت خلصنا على كده بناخده بجرعه طبعا معينه اللي بيحددها دكتور التخدير بعديه ما بيبقاش فيه وجع
بيستمر معانا من 5 لـ 6 ساعات بعد الولاده، ومجرد ما بينتهي بقى بيبتدي بقى دور الحاجات التانيه، قلنا يا اما تاب بلوك يا اما مسكنات يا اما ادويه بعد الولاده، ما بيبقاش فيه تون للعضلات. انا في السريع كده عايز برضو ابرق البنج النصفي او السباينال من الاشاعات، هو وجع ظهري وجع ظهري وجع ظهري، يعني كل المرضى اللي بياخد سباينال انا ظهري وجعني بعد من ابره البنج النصفي، بلاش ابره البنج النصفي عشان وجع ظهر. لا، ما احنا قلنا احنا عندنا مقتنع يعني معتقدات كتيره غلط، حتى لو من المره اللي فاتت لما قلنا اللوب هو المتهم بالخطا في وجع الظهر، نفس النظام احنا عندنا البنج النصفي لا ملوش اي علاقه بالكلام ده، احنا عندنا دكاتره تخدير على اعلى كفاءه ما شاء الله. بفضل الله بيدوا الحقنه حتى المريضه ما بتحسش بالحقنه وهي داخله، فبالتالي اي وجع ظهر بقى بيبقى نتيجه اي حاجه ثانيه، اي اما هو اصلا يعني برضه عشان افهم الناس، الرحم ما بيرجعش مكانه على طول، هي فكره النفاس، النفاس ده 40 يوم عشان هو الرحم فعلا بيرجع لحجمه ووزنه الطبيعي بعد ال 40 يوم. فهي ضغطه الرحم بوزنه دي على سلسله الظهر دي سبب من اسباب الالم بعد الولاده. الموضوع ليه تكمله ان شاء الله ومع دكتوره ميمه المتالقه دايما في نفس الموضوع ومواضيع تانية إن شاء الله كتير بإذن الله. كنتوا معانا برنامج أنت الطبيبة، يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة وبالذات من فقرة الدكتورة أميمة. نشوفكم على خير إن شاء الله الحلقة الجاية.